مساكم الله بالخير مشاهدي الكرام واهلا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين خصصناها عن المعتقلون او عن المعتقلين في السجون الاماراتيه بعدن ما بين الموت او الجنون والتخاذل الرسمي بين الوفاة والجنون والتخاذل الحكومي وللفت الانتباه إلى معاناتهم اضطر المعتقلون في سجن بير أحمد التابع لإدارة سجون المنصورة في عدن في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي الدخول في إضراب عن الطعام في السادس من يناير الجاري صعد المعتقلون من احتجاجاتهم من خلال تسريب صور لإضرابهم وقد ظهروا في الصور وقد خاطوا أفواههم بعدها بأربعة أيام فقط تداولت وسائل الاعلام رساله خطيه جديده لمعتقل بير احمد طلبوا فيها بتنفيذ امر النيابه الجزائيه بالافراج عن عدد من السجناء واحاله اخرين للمحاكمه الرسائل المتكرره اكدت في مضامينها سوء الظروف النفسيه والصحيه التي يعانيها المعتقلون في هذه السجون التي تديرها سلطه تدعمها الامارات حاله من السوء دفعت بعض المعتقلين الى محاولات متكرره للانتحار لعل أكبر دليل على ما يتعرض له المعتقلون في هذه السجون خروج ثلاثة من سجنائه فاقدين لقواهم العقلية فضلا عن آثار التعذيب التي لا تزال واضحة على أجساد العديد منهم في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش استمرار معاناة السجناء في معتقلات لا تسيطر عليها الدولة فعلياً وابعاد عرقله توجيهات النيابه وما الذي ينبغي فعله لانقاذ حياه مئات المعتقلين في هذه السجون التي تتبع الاماراتيين وايضا السجون التي تتبع ميليشيا الحوثي الانقلابيه على حد سواء دون تمييز. في البدايه اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي في هذه الحلقه سيكون معنا رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات الدكتور دحان النجار. ومن فيينا رئيس منظمه سام للحقوق والحريات الاستاذ توفيق الحميدي ومن اسطنبول نائب رئيس تحرير صحيفه المصدر الاستاذ علي الفقي نذهب او ابدا مع الدكتور دحان النجار مساك الله بالخير دكتور دحان. اهلا وسهلا مساكم الله بالنعيم. اهلا بك دكتور لعل الانتهاكات التي تطال المعتقلين في السجون الاماراتيه في عدن والمكلا وايضا سجون ميليشيات الحوثي ليست بغريبه عنكم ولم يكن حديثنا هو الاول لنا سنوات نتحدث عن هذه النقاط لكن ما حدث مؤخرا هو اضراب كامل في سجن بير احمد بعدن البعض من المعتقلين قاموا بتخييط افواههم احتجاجا على هذه الانتهاكات وعدم البت في قضاياهم البعض منهم مضرب عن الطعام ربما الآن أسبوعان منذ اعلانهم عن الاضراب، كيف تتابع حاله المعتقلين في هذه السجون؟ وبرايك لماذا وصل بهم الحد الى هذا المستوى ان يقوموا بتخييط افواههم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا دعني اؤكد على قاعده عامه في القانون الانساني الدولي وهي مساله احترام الانسان وحقوقه ومحاكمته إن كان مذنبا فلا يختلف الأمر إن كان السجان من الشرعية أو كان السجان من طرف الحوثيين أو السجان من طرف ثالث آخر فالأمر يتطلب احترام حقوق الإنسان أول واحترام إنسانية بدرجة رئيسية وإذا كان مذنب فليعاقب بحسب القانون وهناك يجب أن يكون قضاء يأخذ مجراه فما نسمعه اليوم من انتهاكات لحقوق الانسان في كثير من السجون هي ماساه حقيقيه وكنا لا نتمنى ان نصل في هذه الظروف الى هذه الحاله السيئه من الاساءه للانسان ومن الاساءه للقانون الدولي الانساني ومن الاساءه للقوانين المحليه ايضا التي عملت الى حد ما على تأكيد حق الإنسان في التقاضي، حقه في الدفاع عن نفسه، حقه في معرفة لماذا يسجن ولماذا يعذب ولماذا ما يسمع اليوم من انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون المختلفة شيء مؤسف جدا ولا يجب السكوت عنه ومن واجب منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية أن ترفع صوتها عاليا ضد أي طرف ينتهك حقوق المواطنين. نعم طيب الان يعني الكثير من المناشدات، الكثير من التقارير المنظمات الدوليه ادانت الامارات وأيضا السجون التي تديرها الموالي للامارات في المحافظات الجنوبيه وعلى وجه التحديد في عدن، لكن ربما لم نجد اي استجابه، وان كان هناك بعض الاستجابه الطفيفه بعد الضغوطات الكبيره التي مرست، لكن في المجمل لا زالت يعني تتجاهل كل هذه النداءات وكل الضغوط من قبل المنظمات الدوليه للافراج عنهم او تقديمهم للمحاكمات العادله، لماذا برايك؟ هل من او على ما يقول المثل دكتور دحان ولو قطعت وطال كلامي المثل الذي يقول من امن العقوبه اساء الفعل ربما هذا صحيح واثناء الحروب تحصل خروقات عديده لكن من واجب الاطراف المختلفه ان تعمل بقدر الامكان على حمايه الحقوق الاساسيه للانسان وما نشاهده اليوم في اليمن هي انتهاكات جسيمه الحقيقه ليست بالانتهاكات البسيطه ويجب على السلطات المحليه ويجب على المعنيين في الامر ان يشكلوا لجان للتقصي الحقائق في السجون ان تنزل هناك بعثات من منظمات المجتمع المدني الى السجون المذكوره ومعرفه الحقيقه لا يجب ان نترك الامر هكذا يذهب بدون ان نلفت الانتباه اليه لا يجب ان نترك الجهات التي تخالف ان توغل في مخالفاتها في انتهاكات حقوق الانسان فمن واجب الجميع التحرك. انا لا يوجد عند اي تفسير لعدم تجاوب الجهات المعنيه مع دعوات منظمات حقوق الانسان، مع دعوات المواطنين واهل السجناء والسجناء انفسهم، وهذا امر معيب لا يمكن السكوت عنه. فعلى الاطراف المعنيه اذا كانت بريئه ان تفتح السجون للجهات المعنيه وتاخذ مجراها في التحقيق صحيح قد تحصل بعض الخروقات هنا أو هناك غير مقصودة أحيانا لكن لا يجب التستر عليها ولا يجب إغلاق السجون أو المعتقلات في وجه الحقوقيين وفي وجه أهالي السجناء يجب أن يعطى الأمر حقه وأن تأخذ الأمور بجدية تامة ليس المطلوب هو تحرير الأرض و التنكيل بالانسان بل الانسان هو القيمه العليا لا يمكن لاي شيء اخر ان يساوي قيمه كرامه الانسان وحقه في الحياه وحقه في التمتع بكامل حرياته وحقوقه. نعم. طيب الدكتور دحان ابقى معي ونشرك معنا في الحديث الان من فيينا الاستاذ توفيق الحميدي المدير التنفيذي لمنظمه سام للحقوق والحريات مساك الله بالخير استاذ توفيق. مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. نعم استاذ فقط للتأكد مدير تنفيذي للمنظمة أم رئيس المنظمة؟ رئيس رئيس منظمة. أوكي رئيس منظمة سام للحقوق ها. والحريات طبعاً. أستاذ في البداية كيف تتابع أنت أيضاً العمل الحقوقي والمنظمات الحقوقية لمتابعة ما يتعرض له المعتقلون في السجون التابعة للإماراتيين في المحافظات الجنوبية وعلى وجه التحديد عدن؟ انا اعتقد ان ما تقوم به المنظمات الحقوقيه ونشطاء حقوق الانسان امر يدعو الى الفاخر في حقيقه الامر وان كان جهدها دون المامول لكن بحسب الامكانيه المتاحه لها بحسب القدرات التي تمتلكها هي تقوم قامت بعمل جبار وعمل كبير يعني لولا هذه المنظمات لولا هؤلاء النشطاء ما ظهر الى الراي العام المحلي والعالمي قضيه المعتقلات الغير قانونيه والمعتقلات السريه الى العلن ما ما نقلت قصص الضحايا والانتهاكات ووسائلهم الى الراي العام العالمي سواء الداخلي او الخارجي بحقيقه الامر هذه من يعني جهود مشكورة وجهود تحسب لصالح هذه المنظمات التي اليوم تقود جبهة حقيقة جبهة نضالية يفتخر بها كل من يعمل فيها وكل من ينتمي إلى هذا الحقل يعني ما هي النتائج التي حققتها هذه الحملة وهذه الاهتمام والمنظمات العاملة في هذا الجانب أستاذ توفيق النتائج التي تحققت على كثير من الأصعدة الصعيد الأول انها خلقت راي عام دولي ضد هذه الانتهاكات ووصل هذا الضغط الى داخل او قبه قباب البرلمان بما فيها الكونغرس الامريكي ومجلس العموم البريطاني وكثير من الدول اصدرت بيانات ودعت الى وقف الاسلحه. الامر الثاني النتائج التي حققتها هذه المنظمات انها انه انها وصلت الى ادانه هذه الانتهاكات من على اعلى مستويات العمل الحقوقي بمعنى لجان التحقيق التابعه لمجلس الامن وفق القرار السابق 2016 او لجنه الخبراء البارزين التابعه للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان بموقف قرار مجلس الامن ادانت الانتهاكات في السجون الموجودة في جنوب اليمن وأيضا موجودة في انتهاكة الحوثي ووجهت أصابع الاتهام مباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة الأمر الثاني أو النتيجة الثالثة اليوم أن هذا أنه تحت ضغط هذه المنظمات وضغط التقارير سواء خاصة التقارير الحقوقية كسر حاجز الخوف اليوم نرى الأمهات نرى المعتقلين نرى الأهالي يوافون بالمعلومات الامهات تقريبا كل يوم يقومن بوقفات سواء امام امام وزاره الداخليه او النيابه العامه او الشيخ بير احمد واستطاعت ان تفرج عن كثير من المعتقلين كثير من المعتقلين اليوم خرج وتحدث لوسائل الاعلام وزادت كشف هذه المعاناه هذه هذه النتائج المهمه والكبيره حققها نشاط المنظمات المجتمع المدني نعم المنظمات الحقوقيه خاصه طيب. في المناطق الجنوبيه وانت نعم. تعلم ان منظمه سام كانت اول من دشنت هذا العمل في مايو من عام 2017. نعم الى جانب هذه الجهود استاذ توفيق التي تحققت والافراج عن بعض المعتقلين في هذه السجون لكن كما تعلم اذا اخذنا سجن بير احمد في عدن نموذجا خرج العديد من هذا السجن الى المقابر. البعض منهم خرج بلا عقل، حالتان ربما ظهرت هذا الاسبوع، خرجوا من سجن بير احمد وهم فاقدين لقواهم العقليه بسبب الانتهاكات والتعذيب. اذا السؤال الاهم: اين هي المنظمات الدوليه من هذه الانتهاكات؟ من يكفل لهؤلاء حقوقهم برايك؟ المنظمات الدوليه الحقوقيه ولا المنظمات الدوليه دورها واضح، هذا الدور يقوم في الكشف عن هذه الانتهاكات وتوجيه الراي العام الدولي نحو هذه الانتهاكات، كان هنالك ضغط ما لاحظناه في مجلس حقوق الانسان كانت واضح وجود هذه المنظمه. هو ان ننتقل الى المرحله الثانيه مرحله التقاضي ومساءله الجناة ومطارده المنتهكين هذه مرحله ثانيه هذه المرحله تحتاج بالدرجه الاساسيه الى يعني بمعنى آه شجاعه اكبر من الضحايا انفسهم، لانه لا يمكن اليوم تحريك قضايا جنائيه سواء بصوره فرديه او بصوره جماعيه امام المحاكم الدوليه او حتى المحاكم الوطنيه ذات الاختصاص الخاص ذات آه الاختصاص الدولي كبريطانيا وفرنسا التي تسمح بمقاضاه مرتكبي جرائم الحرب، هذه تحتاج الى شجاعه اكبر من الضحايا واهاليهم بحيث يقوموا بعمل توكيلات واضحه لهذه المنظمات لكي تتحرك وبالفعل نحن في هذه الجزئية نواجه صعوبات لانه البعض خاصة الذين ما زالوا في عدن من الصعب ان يمنحك توكيلا لان ما زالت حياته في خطر ويخشى الملاحقة والبعض الذي استطاع ان يخرج من عدن واهاليه ايضا موجودين في عدن ايضا من الصعوبة هنالك اشكالية كبرى المنظمات ما زالت تقوم بجهد هنالك نشطاء مستعدين لتحريك قضايا جنائيه وربما نرى في المرحله اللاحقه مثل هذا الامر وبالتالي اذا لم يتدارك التحالف العربي اذا لم تتدارك الحكومه الشرعيه مثل هذه الاخطار مثل هذه الانتهاكات انا اعتقد ان اليوم قضايا الانتهاكات وما يرتكب في حق هؤلاء سواء خاصه التعذيب الذي يؤدي الى الجنان او التعذيبات الجنسيه اعتقد انها هي كره الثلج التي ستكبر وستنتهي ليس قد تنتهي بالمطالبه بالافراج عن المعتقلين وانما قد تذهب الى ابعد من ذلك المطالبه برحيل قوات التحالف من جنوب اليمن او خاصه من المناطق التي ترتكب فيها الانتهاكات وهنا سيقع الاشكاليه ستكون هنا واقعين في مازق خطير جدا قد يثير كثير من الفوضى. نعم. طيب استاذ توفيق سنتحدث في المحور الثاني عن هذه الجزئيه لماذا لا تهتم؟ الحكومه الشرعيه بهذه الحالات والانتهاكات التي تطال مواطنيها، اضافه ايضا سنتحدث لماذا تمعن السلطات الاماراتيه وقوات التحالف في هذه الانتهاكات دون يعني الاهتمام لاي ضغوطات دوليه او للتبعات لهذه الانتهاكات، لكن نذهب الان والمشاهدين الكريم وايضا مع الدكتور دحان النجار لمتابعه استطلاع ميداني قامت كاميرا قناه بلقيس نزلت نزول ميداني الى يعني الاهالي والمعتقلين في سجن بير احمد وقامت باستطلاع اراء اهالي المختطفين والمعتقلين نسمع هذه الاراء وتعليقاتهم ومن ثم نكمل النقاش تحالف مظلومين واهاليهم يدروا فين هم موجودين مسجونين اصلا ولا راضين يفكوا ولا راضين يعني يحققوا معاهم ولا راض مخفيين يعني عن الوجود هناك مسجونين في في السجون يعني لا احد يعلم ما هي قضاياهم وايضا لهم من ثلاث سنوات او اربع سنوات مسجونون. الحكومه عند اغلاقها للمحاكم آه لم تعمل بدورها الذي هو يجب عليهم على محاكمتهم ومعرفه اسباب آه يعني اسباب قضاياهم. فهي الان عندما يعني اغلقت المحاكم هناك العديد من من المسجونين والمتهمين الذين اهاليهم حتى لا يعلمون ماذا عملوا. فنحن نناشد ونطالب الحكومه بانها تفتح المحاكم وتبادر بانها تبدا بحل القضايا وتفرق عن المسجونين الابرياء ومن هذا المنبر نطالب ايضا التحالف والحكومه ككل بانهم يفتحوا المحاكم حياكم الله مشاهدي الكرام هذه عينة لبعض الناس الذين حاولوا الحديث ولو بطريقة ولهجة أقل حدة لكن كما تعلمون أهل المختطفين لا يستطيعون التحدث لوسائل الإعلام خوفا من اعتقالهم أو يعني التجديد وممارسة الانتهاكات أكثر على ذويهم وأهلهم الموجودين في هذه السجون أعود إلى دكتور دحان النجار دكتور دحان إذا في محور ثاني سنركز عن ربما تخاذل الجهات الرسمية والحكومة الشرعية وأيضا المحاكم في العاصمة المؤقتة عدن في البت بهؤلاء القضايا رغم أن كان قد حدث في الأيام الماضية أو الأشهر الماضية أن المحكمة الجزائية وجهت بالإفراج عن بعض المتقلين لكن هؤلاء القائمين على هذه السجون يتمنعون عن الإفراج عنهم لماذا برأيك؟ اولا كما نلاحظ ان هناك فراغ سلطه موجود في كثير من المحافظات اليمنيه وبالذات المحافظات المحرره فلذلك لا يمكن الكلام عن اكتمال الصوره في هذه المناطق من حيث تواجد السلطات او من حيث القيام بمهامها بشكل فعلي. لكن نظل نطالب الجهات المعنيه بان تقوم بدورها طالما وتحملت المسؤوليه كسلطات امر واقع كسلطه شرعيه وايضا التحالف عليه مسؤوليه كبيره في هذا الجانب فلا يمكن ان يعفى اي طرف من مسؤولياته في حمايه حقوق المواطنين ما ذكره زميلي الاستاذ توفيق الحميدي من دور لمنظمات المجتمع المدني في الضغط على الجهات المعنيه صحيح ودور منظمات المجتمع المدني هو دور ضاغط ليست سلطات تنفيذيه تقوم بتصحيح الاخطاء بواسطه اجهزه خاصه تابعه وانما دورها مطلوب في الضغط على كل الجهات بدون تمييز انا اتوقع انه دور هذه المنظمات سيستمر من المهره الى صعده في متابعه حاله الخروقات المستمره، هناك منظمات على الارض تعمل كمنظمه راصد واللجان الوطنيه التي تشكلت في متابعه خروقات القانون الدولي والقانون الانساني. فلا يجب الوقوف عند نقطه معينه فقط، يجب ان تركز هذه المنظمات جهودها اكثر واكثر في ظل هذا الانفلات الامني، في ظل هذا الانفلات الاداري في معظم مناطق الجمهوريه، في ظل تمنع كثير من الجهات في الكشف عن حقيقه ما يدور في السجون، السجون منتشره في كل بقاع الارض اليمنيه وربما هناك سجون خاصه هناك مخفيين صار لهم سنوات في مناطق مختلفه من صنعاء الى تعز الى عدن الى حضر الموت. فلا بد من التحرك بشكل بشكل مكثف وتشديد الضغط على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، واكيد هناك نتائج ايجابيه اثمرت عن ضغوط منظمات حقوق الانسان وكما ذكر زميلي الاستاذ توفيق الحميدي هناك نقاشات في مجالس البرلمانات الاوروبيه في دوائر الامم المتحده المعنيه ويجب ان يكثف هذا الضغط في سبيل ان يتجنب المزيد والمزيد من الخروقات التي يواجهها المواطن اليمني على سلطات الامر الواقع سواء كان سلطات التحالف العربي او سلطات الشرعيه او السلطات المختلفه في بقيه المناطق ان تبذل كل ما في وسعها من أي اجل حقوق الانسان واحمل المسؤوليه الكبرى اولئك الذين اتوا لمساعده المواطن اليمني للخروج من حاله الحرب للخروج من حاله الانفلات القائم فلا يمكن ان يستبدل ظلم بظلم اخر أسوأ منه ولا يمكن ان تتعرض حقوق الانسان وكرامته وقيمه العليا للانتهاك مقابل التعاطف مع هذا الطرف او ذاك. دعم. الانسان كما قلت سابقا هو القيمه العليا وهو القيمه التي لا يمكن ان نساوم بها ابدا تجاه اي طرف كان. نعم. طيب دكتور ابقى معي نشرك معنا في الحديث ايضا الاستاذ علي الفقيه من اسطنبول. استاذ علي مساك الله بالخير. اهلا وسهلا مساء النور اهلا بك استاذ علي كيف تتابع وتقيم الاداء الاعلامي في التغطيه والاهتمام ومتابعه حاله المعتقلين في السجون وعلى وجه التحديد ما هو حاصل في عدن في سجن بير احمد والله للاسف الشديد ال... 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 الواقع امام العمل الاعلامي صعب ومعقد للغايه في في اليمن بشكل عام سواء المناطق الواقعه تحت سيطره الانقلابيين او المناطق الواقعه تحت سيطره الحكومه الشرعيه وبالتالي يصبح من الصعب على الصحفيين وعلى الاعلاميين النزول الميداني وتقصي المعلومات عن قرب و زياره هذه الاماكن التي يتعرض فيها السجناء للاحتجاز وللتعذيب بالتالي ما يخرج الى الاعلام هو قليل جدا ويعني جزء بسيط من ما هو حادث بالفعل على على ارض الواقع انما استمرار السجون بهذا الشكل واخفائها عن الاعلام عن المنظمات الحقوقيه ايضا بقائها خارج سيطره السلطات القضائيه الشرعيه هو امر مزعج جدا ويكشف عن اصرار لدى السلطات القائمه في تلك المناطق على مواصله الانتهاكات بعيدا عن اعين الاعلام بعيدا عن اعين المجتمع المدني ايضا بعيدا عن سطوة القانون الذي يفترض أن يحمي الجميع نعم ولكن مع ذلك يعني في تغطية إلى حد كبير أستاذ علي للانتهاكات وبعض الحالات التي وثقت والانتهاكات التي مورست هل لاقت حقها إعلاميا ولتعريف الرأي العام بما يحدث في هذه السجون هناك أمرين كما ذكرت لك ما يعيق عمل الإعلام العمل الأول هو الأول العائق الأول هو يعني صعوبه وصول الاعلام إلى, الى الى تلك المواقع والى المعلومات التفصيليه الدقيقه عن عن حالات الانتهاك العائق الثاني هو خشيه كثير من الصحفيين ومن وسائل الاعلام من التعاطي مع هذه المواضيع لانه في النهايه يعني هو يعني مجال شائك وعباره عن حقل الغام لانك عندما تكشف عن انتهاكات بهذا الحجم معناها انك تواجه يعني جهات لديها سطوة ولديها نفوذ ستعرض حياة الصحفيين والإعلاميين الذين يتعاطون مع هذه الملفات الخطر نعم. عفوا بالإضافة إلى أن السلطات التي تمارس أو التي تسيطر على تلك المناطق قد عملت على تدجين جزء واسع من من الإعلام بالإضافة أيضا إلى أنها يعني خوفت استعملت الترغيب والترهيب في ابعاد الصحفيين عن تناول مثل هذه القضايا الخطيره خصوصا تلك التي تتعلق باداء وممارسه التحالف على الارض. نعم، طيب استاذ علي اعود للاستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمه سام للحقوق والحريات، استاذ توفيق يعني تابعت وتابعنا كثيرا في وسائل الاعلام آه الابتزاز الذي تعرض له المملكة العربية السعودية ضد الانتهاكات التي يعني قامت بها آه لحقوق الإنسان ويعني ربما كانت من أكثر القضايا يعني ما حصل للصحفي خاشقجي آه أيضا الانتهاكات الآن التي تمارس في اليمن هل لازال التحالف يعني بحاجة إلى مزيد من الانتهاكات حتى يعني تظهر صورة يعني صورة أمام العالم وأمام حقوق الإنسان بصورة ربما تعكس عدم ما كانوا يرجونه في اليمن هم ادعوا بأنهم أتوا من أجل اليمنيين وإنقاذ اليمنيين لكن ما هو على الواقع شيء آخر أيضا ما ما أريد في سؤالي يعني تحديدا هو الإمارات هل ترى الإمارات نفسها أنها في مأمن من ذلك من قبل المجتمع الدولي وعدم ممارسه ضغوطات او ابتزاز ضد الامارات كما حصل على السعوديه او لا يمكن الفصل بين حقوق الانسان ومفهوم العلاقات الدوليه نعم بل اننا لا لا اكون مبالغ اذا قلت ان حتى تركيبه المنظمات الدوليه والامميه بشكل عام هي مبنيه ايضا على نظريه العلاقات الدوليه ومراعاه المصالح بين الدول وبالتالي اي الدول الدول غالبا وهي تتعامل مع قضايا حقوق الانسان تراعي ابعاد مثل هذه الخطوره، انا اعتقد ان التحالف العربي للاسف الشديد فشل ليس عسكريا في اليمن وانما فشل ايضا فشلا ذريعا في اداره ملف حقوق الانسان داخل اليمن. الاغرب من ذلك انه لا التحالف لا يعمل على عمليه تقييم ومراجعه اين عصابه واين اخطا برغم أن هنالك نصائح هنالك إرشادات هناك توجيهات لكن لا أدري ماذا أصاب هل فقد البوصلة هل هنالك أناس يزجون به في هذا الميدان يعني بمعنى أن اليوم تقارير دولية مستمرة تدير التحالف العربي ضربات الطيران على سبيل المثال صفقات أسلحة توقفت المملكة العربية السعودية قرارات أممية إدانات واضحة من لجنة الخبراء إدراج أسماء كبيرة بما فيها محمد بن سلمان ومحمد بن زاد ضمن المش... أصحاب المسؤولية الافتراضية إلى غير ذلك أنا أعتقد أن اليوم التحالف العربي إذا لم إذا لم يراجع إدارته للملف الحقوقي هو سيدرك في النهاية أن حبل المشرقة يلتف حول رقبته اليوم لا المملكه العربيه السعوديه بعيده ولا دوله الامارات العربيه بعيده انا اعتقد تقرير لجنه الخبراء البارزين الاول الذي عمل ضجه كبيره وشنت عليه دول التحالف هجوم كاسح لانه اعدان المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات انا اعتقد ان تقرير لجنه الخبراء الثاني الذي سيصدر في سبتمبر هو لن ياتي بعيدا وان كان ستختلف نوعيه الجرائم وتحديد أشخاص المدانين في القائمة لكنه قد يذهب إلى أبعد من ذلك إما إلى محكمة جنائية خاصة باليمن أو إحالته إلى مجلس الأمن عند ذلك أنا أعتقد اليوم أن التحالف العربي في موقف ضعيف جدا خاصة إذا حركت دعاوى قضائية أمام القضاء المحلي الأوروبي ضد نعم. الدولية سيكونون مطاردين ومساءلين امام هذه المحاكم طيب المطلوبين من الانتربول الدولي نعم استمرار الاماراتيين بالانتهاكات في المحافظات المحرره والسجون وخروج الناس اما الى المقابر او بلا عقل او معاقين من هذه السجون بسبب الانتهاكات والتعذيب الذي يتلقوها هل تخشى يعني العقوبه ام هي في مامن من ذلك؟ لا احد لا الامارات ولا السعوديه ولا اليمن ولا الحوثيون والزمن يتغير ولدينا يعني عظه وعبره في حركه التاريخ السياسي ابتداء من تشيلي وحتى اليوم اليمن يعني من كان يظن ان دكتاتور تشيلي سوف يعتقل في اسبانيا ويقدم للقضاء البريطاني من يمتلك مكامن السلطه اليوم غدا يفتقدها اليوم الجرائم لا تسقط بالتقادم ومن يرتكبون هذه الجنايات سيدور عليهم الزمن وسيقفون أمام القضاء سنة التاريخ وسنة الله وبالتالي مهما ابتعدوا اليوم وتحصنوا اليوم في مواقعهم السيادية وأموالهم الوفيرة لكن غدا حقوق الناس سوف تقودهم وتجرهم جرا إلى ساحات المحاكم نعم. طيب استاذ توفيق ابقى معي ايضا الاستاذ علي الفقي ابقى معي والدكتور دحان النجار سنذهب الان مشاهدينا الكرام لمتابعه ماده معلوماتيه عدها الزميل وديع عطاء تحد يعني ذكر فيها او رصد فيها الانتهاكات التي طارت المعتقلين في هذه السجون نتابع هذه الارقام والاحصائيات ونكمل النقاش ابقوا معنا حياكم الله اذا تابعنا هذه الماده المعلومات ربما ركزت بصوره اكبر على ما يحدث للمعتقلين في سجن بير احمد اعود للدكتور دحان النجار دكتور دحان لو بدانا في المحور الاخير من عدم ملاقات المبعوث الدولي او السماح لرئيسه رابطه امهات المختطفين بمقابلته بل ربما اغلقوا الابواب امام الاستاذه امه السلام الحاج تقريبا وهي رئيسه لجنة رابطة أمهات المختطفين ويقول لها بالنص من أنت يعني في صورة متجاهلين للدور الكبير الذي تقوم به رابطة أمهات المختطفين وربما صوت الوحيد الذي بقى لهؤلاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والميليشيا الانقلابية وأيضا في المحافظات المحررة أمام السجون الإماراتية التي تديرها في المحافظات المحررة أنا أعتبر هذا عمل أه لا انساني عمل لا حقوقي لانه كان من الواجب ان يسمح للاخت بان تقابل اعلى الهيئات في الممثليه الدوليه سواء كان غرفت او غيره من ال... المتواجدين على الارض اليمنيه، فمساله المعتقلين بدرجه رئيسيه هي قضيه انسانيه ولا يجب السكوت عنها ابدا اذا كانت المشكله اليمنيه تحظى باهتمام دولي والاهتمام الدولي ليس فقط لسواد عيون اليمنيين بل لان هناك مقاييس انسانيه تحترم كما يقال عنها من قبل المجتمع الدولي فلماذا لا يسمح لممثله امهات المعتقلين بمقابله الوفد الدولي او المندوب الدولي في القضايا اليمنيه واريد ان اؤكد مره اخري علي انه يجب يجب ان ترصد كل حالات الخروقات في كل مناطق اليمن ويجب ان تسجل ملفات خاصه والملفات هذه ستقدم مستقبلا الى جهات معنيه سواء كانت محكمه العدل الدوليه او كانت جهات اخرى ضاغطه وننبه انه ليس هناك طرف محصنا من العقوبه الدوليه ابدا، اليوم الطرف المنتصر قد يكون غدا منهزم، اليوم الموازين السياسيه في العالم تتغير وتتقلب الاحوال وبالتالي يصبح المحصن اليوم عرضه للمساءله يوم غد والمساءلة اليوم محصن يوم غد، فلا يجب ان يامن اي طرف سواء كان داعم للشرعيه او داعم للحوثيين او من الاطراف المتحالفه من وراء الستار فاكيد هناك تقلبات في السياسه الدوليه وكلا سيلاحق يوما ما على ما ارتكبته يده من جرائم. بحق الانسان فيجب الحفاظ على ذلك ومن واجبنا كمنظمات حقوقيه ان ننبه جميع الاطراف بانه لا يمكن ان يكون هناك شخص ما بعيدا عن المساءلة سواء كان يتمتع بالقوة المالية أو القوة العسكرية أو القوة الإعلامية لا حصانة لا أحد أمام القانون الإنساني الدولي أبدا اللهم المسألة هي مسألة وقت وعليه يجب على كل الأطراف أن تحذر من الوقوع في أو, أو الانغماس أكثر في مخالفة القانون الإنساني نعم نعم طيب استاذ علي الفقيه انت كيف تفسر هذا التجاهل من قبل المبعوث الدولي لرابطه امهات المختطفين وعدم السماح لهم بمقابلته اعتقد انه قد اتضح من خلال ممارسات الامم المتحده والمنظمات التابعه لها بانهم يعملون الى حد كبير على توظيف الجانب الحقوقي والانساني لاغراض سياسيه سواء لابتزاز الاطراف المتهمه بارتكاب انتهاكات أو لتحقيق مكاسب للبلدان التي يعملون لصالحها الأمم المتحدة باتت هيئة هي أعلى هيئة أممية في العالم باتت مختطفة لصالح اللاعبين الكبار وبالتالي هي تعمل على توظيف هذه الانتهاكات لتحقيق مصالح أو ابتزاز البلدان المتهمة بممارسة انتهاكات لكنها لم تكون في كل الأحوال حريصة كل الحرص على إنصاف الضحايا ضحايا الانتهاكات بقدر ما هي حريصة على توظيفها وكان امتناعه عن مقابلة رئيسة رابطة أمهات المختطفين نعم. هو شاهد كبير على زيف الدعاء وحتى فيما يتعلق بحضور المرأة ومشاركة المرأة لو لو قسناها من هذه الناحية فهو في الغالب يبحث عن نساء لحضور المشاورات أو للقاء بهن نساء فقط كديكور أنه يعني يهتمون بحضور المرأة وبالسماع لرأي المرأة لكن المرأة التي جاءت وتحمل قضية إنسانية حقيقية ولها فعلا حضور على الأرض ولها رصيد نضالي حضرت في ظرف صعب للغاية في وقت ذهبت كل يعني اختفت كل المنظمات واختفت كل الناشطات حضرت هذه المنظمة بنشاط فاعل وحقيقي موجود على الأرض وبالتالي قد لا تكون هي المقصودة بالنساء النساء التي تعامل معهن جريفيث هو يريد نساء مجرد ديكور ليقول للعالم بأنه حريص على سماع صوت المرأة نعم. وأيضا بغرضه طيب. نعم طيب أستاذ علي أيضا نقطة أخيرة فقط ودعك فيها تابعنا قبل فتره كبيره وزير الداخليه يعلن مسؤوليه الحكومه الشرعيه والسلطات المحليه في عدن على اداره هذه السجون، لكن بعد ذلك لم نرى اي تغير من وان حدث بعض الحالات التي تم الافراج عنها، لكن هناك ايضا عدم اصغاء لمطالبه امهات المعتقلين، وعدم الافراج عمن ايضا صدرت من المحكمه الجزائيه اوامر افراج من قبلهم، برايك السؤال آه لماذا تحملت ايضا السلطات المحليه المسؤوليه ثم آه يعني غضت الطرف عن الافراج عنهم او محاكمتهم او يعني متابعه الانتهاكات التي تمارس ضدهم آه اعتقد انه تصريحات وزير الداخليه آه تفهم على انها بطلب من التحالف ليكونوا آه غطاء للجريمه يستعملون شرعيه الحكومه ليكونوا غطاء آه لشرعنه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق السجناء والمعتقلين ومع انها لن ولماذا ولماذا يعني يرضون او يقبلون ان ان يمارسوا هذا الدور برايك ضد مواطنيهم؟ للاسف الشديد هم يقبلون ان يكونوا شركاء في العقوبه مع انهم قد لا يكونون هذه السجون ليست تحت سيطرتهم ولا ولا علاقه لهم بها لكن هم في النهايه يعني الطرف الاضعف وبالتالي تستخدم شرعيتهم على اعتبار انهم السلطه الشرعيه على للتغطيه على هذه الجرائم وسيكونون شركاء في في العقوبه لكن المصدر أونلاين نشر اليوم تحقيق مطول عن الانتهاكات التي ارتكبت وترتكب ولا تزال في السجون التي لا تزال قائمه ومقابر سريه تم الكشف عنها لضحايا هذه الانتهاكات وهي لا تزال مستمره على الرغم ان الاعلام في وقت سابق كشف عن هذه الجريمه فقط حاولوا العمل على المزيد من الاخفاء والتعتيم على هذه الجرائم لا, لا, نحن نتابع بشكل يومي الاعتصامات والوقفات الاحتجاجيه التي تنفذها امهات المعتقلين في عدن وفي حضرموت في اكثر من مكان واضراب المعتصمين عن الطعام مؤخرا فقط تم الافراج عن عشره بموجب امر النيابه مع على الرغم انه هناك اوامر بالافراج عن عدد كبير من السجناء نعم. الذين لم تتوفر لديهم تهمه بينما يستمر تستمر الامارات في اعتقالهم وممارسه الانتهاكات بحقهم. نعم. أشكرك نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر الأستاذ علي الفقي كنت معنا من إسطنبول وعودة إلى فيينا مع الأستاذ توفيق الحميدي أستاذ توفيق في الجزء الأخير من هذه الحلقة من خرجوا من هذه السجون فاقدي العقل وبأمراض جسدية ونفسية من يكفل حقوق هؤلاء أخي كل من تم اعتقاله بصورة عسفية وتم إخفاؤه قسرا ملزمه الدوله ودوله الامارات العربيه المتحده بتعويضهم تعويضا عادلا. اليوم الموضوع قضيه الافراج عن المعتقلين ليست منه من احد. لا يمكن ان تمن به الحكومه الشرعيه او تمن به دوله الامارات العربيه المتحده. نعم. الحريه واحنا تعلمناها منذ الصغر انها لا تباع بالذهب. يجب ان يدرك الناس جميعا ان المعتقل الذي خرج من سجن بير احمد هو غير المعتقل الذي دخل في قبل ان يدخل سجن بير احمد او غيرها من السجون وهنالك ضرر كبير لحق بهذا المعتقل على المستوى الصحي على المستوى النفسي على المستوى الفكري على على كافه المستويات وبالتالي عند عند خروجه من المعتقل غير قادر على الاندماج في المجتمع، ما زالت اثار التعذيب، ما زالت الاثار النفسيه، ما زالت الاثار العقليه الى غير ذلك، هذا الاثر ليس على المعتقل بمفرده وانما هي تمتد الى الاهالي اليوم ما يقارب من سته وعشرين من الاسر تبحث اين, أين اهالينا اين ابي اين زوجي اين اخي مخفي هي تريد جوابها هل هو حي ام غير ميت المعاناه اليوميه التي نراها الى الاعتصامات اليوميه الظروف الاقتصاديه الظروف المرضيه الموضوع معقد أنا كنت ناديت أكثر من مرة لابد من تشكيل هيئة مستقلة بالمعتقلين في هذه الحرب لأنها أصبحت ظاهرة ملحة وضرورية مهمتها تقوم بجمع البيانات وتوثيقها وإعداد ملفات ثم متابعة الأهالي ثم متابعة المعتقل بعد أن يخرج المعتقل بحاجة إلى تأهيل نفسي لأنه في النهاية عندما يخرج المعتقل ويرمى داخل بيئه كبيره غير قادر على ان يعمل غير قادر على ان يندم غير قادر ان ينظر في وجوه لا. الناس خاصه مع التقارير اللي تحدث عن انتهاكات جنسيه كثير من المعتقلين اليوم فر الى خارج اليمن وظروفه الماديه صعبه وظروف اسرته الماديه صعبه الموضوع اكبر اكبر من قصه شخص دخل السر وضاعت حريته، نحن الان نعيش فاجعه اجتماعيه بكل ما تعني هذه الكلمه، فاجعه، فاجعه للاطفال، فاجعه للنساء، فاجعه للمجتمع، اليوم نعم. اصبحت عدن منطقه غير عامله وغيرها من المناطق التي نعم. كشفت عنها الشجون السريه. نعم، طيب استاذ توفيق سؤال اخير فقط، كما تعلم النائب العام، المحكمه الجزائيه، القضاه، اللجنه الخاصه بالانتهاكات وحقوق الانسان، الجميع متواجد في عدن، اين هم؟ لماذا لا يتحركون من اجل اطلاق سراح هؤلاء؟ لماذا لا يتقدمون بملفات او بتقارير او بمحاكمه هؤلاء أو, او الضغط للافراج عنهم؟ اين هم؟ اخي النيابه العامه اخي القضاء هم جزء من الشرعيه، جزء من الحكومه من الدوله المختطفه، نحن اليوم وانا اكررها اليوم نحن هنالك عمليه قصديه وعمديه ان يكون ان تكون الحكومه الشرعيه في غرفه الانعاش، لا يمكن ان تتحدث عن عضو صحيح في جسد مريض او تتحدث عن عضو حي في جسد ميت. هنالك سياسه متعمده قائمه على تهشيم الحكومه الشرعيه بمعنى ان تكون حكومه مهشمه غير حيه قادره على الدفاع عن نفسها ولا ميته يمكن اخذها الى مثواها الاخير لياتي من بعدها من يقوم بالدور وبالتالي يتم انتقال وزراء يتم انتقال مسؤولين يتم انتقال القرابة على اساس سياسه التهشيم هذه نعم. من يقوم برفع صوته، من يقوم بالتحرك الجاد يتم اسكاته، يتم اقالته، يتم قرعه الى غير ذلك، هذا الامر يجب ان ندركه جديدا، اليوم اليمن بحاجه الى انتفاضه لا يمكن اليوم ان تحل المشكله اليمنيه ما لم يتم صحصحه او حصحصه ميدان او صف الشرعيه ما يجب ان يكون صفا نقيا يمتلك الاراده يمتلك النزاهه يمتلك الحريه يمتلك في بهذا الحال يمكن نتحدث اما اليوم لا يمكن ان تحدثني عن شخص كوزير الداخلية على سبيل نعم. المثال تحدث على أن الإمارات هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن السجون ثم ذهب إلى الإمارات ثم عاد يقول أنا المسؤول عن كل ذلك وكانه تحول الى مغسله ليغسل كل هذه الجرائم. صحيح. رئيس منظمه سامي للحقوق الحرية الاستاذ توفيق الحميدي شكرا جزيلا لك كنت معنا من فيينا وعوده اخيره الى الدكتور دحان النجار في سؤال اخير. دكتور دحان برايك متى سنرى هؤلاء المعتقلين والمخفين قسرا خارج السجون وينعمون بالحريه وايضا يعني يتم تعويضهم لما اصابهم فيها أولا نحن نرى الشعب اليمني وكل اليمن قيد الاحتجاج من قبل أطراف عدة نعم. فحرية اليمن واليمنيين ليست مطلقة بل هي مرتهنة لعدة جهات لكن دعني أتكلم بلغة قانونية حقوقية بعيدا عن, الـ عن سياسة المحاور نعم. آه اليوم نحن بحاجة إلى تشكيل هيئتين هيئة دولية تشرف على... آه قضايا حقوق الإنسان في اليمن وتسائل كل الأطراف لأن كل الأطراف أجرمت بحق الإنسان اليمني كلها ارتكبت خروقات إلى هذا المستوى أو ذاك وطبعا كل شيء نسبي وأيضا نطالب المنظمات الحقوقية المحلية بأن تشكل هيئة مستقلة وطنية تقوم بدورها في رصد هذه الانتهاكات في جميع المحافظات وفي جميع المناطق اليمنية الصراع الدولي والإقليمي حاد جدا على الأرض اليمنية وسيلحق ذلك انتهاكات جسيمة إن لم نتنبه نحن اليمانيون أولا بحماية حقوقنا بحماية إنسانيتنا بحماية كرامتنا قدر الإمكان وبالتالي نطلب مساعدة المجتمع الدولي في ذلك فالأمر مهم جدا هو تشكيل هيئتين هيئة دولية تقوم بالإشراف على قضايا حقوق الانسان في اليمن وهيئه وطنيه ويتم التنسيق بين الهيئتين بشكل مستقل، ليس عبر السلطات المختلفه سواء كانت في مناطق الشرعيه او في مناطق الحوثيين او في المناطق التي لا توجد فيها في سلطه لا لهذا الطرف ولا للدارة. نعم التحالف بشكل مستقل اليوم الانفلات القائم هو انفلات ضد الانسان اليمني واللي يدفع ثمنه هو الانسان اليمني فقط في امنه في كرامته، في لقمه عيشه، في حياته. اشكرك الدكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات كنت معنا من نيويورك. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الحلقه من بين قوسين نتمنى ان نرى كل هؤلاء المعتقلين والمخفيين قسرا خارج اسوار هذه السجون. وسواء كانت السجون التابعه للاماراتيين في المحافظات المحرره او تلك التي تخضع لسيطره ميليشيا الحوثي التي هي اكثر بالتاكيد سوءا وانتهاكا ضد المعتقلين والمخفين قسرا. ختام هذه الحلقه تقبلوا تحايا الشباب في الاعداد والانتاج الزميل ودي عطا والزميله الهام عامر. كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى في بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمه الله.